الرئاسة الغابونية تخرج عن صمتها وتقول إن رئيس البلاد علي بونغو أوندمبا تعرض لنزيف استدعى من الإدارة الطبية الجراحية بالمملكة العربية السعودية وضعه بقطاع عالي التخصص. وقال الناطق باسم الرئاسة في حديث نقلته وسائل الإعلام الرسمية الغابونية إيكنغوني إن الوضعية الصحية للرئيس بدأت في التحسن وإن المعلومات الواردة بشأنها جد مطمئنة، مضيفا أنه يواصل مزاولة مهامه. ورغم أن الرئاسة في ليبروفيل كسرت جدار الصمت إزاء وضعية الرئيس الذي يتعالج منذ أزيد من أسبوعين خارج البلاد، إلا أن طبيعة المرض الذي يعاني منه لم يعلن عنها. وقد نقلت بعض الصحف الإفريقية عن مصدر وصفته بالمقرب من علي بونغو قوله إن الرئيس تعرض لسكتة دماغية زاد من حدتها ارتفاع ضغط الدم. وكان علي بونغو قد دخل مستشفى الملك فيصل بالرياض منذ 24 أكتوبر الماضي، حيث زار البلاد للمشاركة في أعمال مؤتمر منظم هناك. وتثير الوضعية الصحية لعلي بونغو الذي يحكم الغابون لمأمورية رئاسية ثانية من 7 سنوات تثير الكثير من اللغط والجدل على الصعيدين السياسي والاجتماعي. فعلى المستوى السياسي، أعلن زعيم المعارضة الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة جان بينغ أن الوقت قد حان لاختياره رئيسا للبلاد، احتراما لإرادة الشعب التي عبر عنها في انتخابات أغسطس 2016. وعلى الصعيد الاجتماعي، تتصاعد وتيرة المطالبة في أوساط المواطنين والناشطين بالمجتمع المدني الغابوني إلى ضرورة معرفة الوضعية الدقيقة لصحة علي بونغو الذي خلف والده عمر بونغو في السلطة عام 2009، وذلك إثر وفاته بعد أن حكم البلاد لمدة 42 سنة.